اعتقلت مصالح الأمن بالمنطقة الرابعة بفاس 40 بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت بعد تورطه في قتل زوجة أخيه بمنزلهما بحي كريوزواغا بسبب مشاكل عائلية تتضارب الروايات بشأنها بين قاتل بخلافهما حول دجاج في سطح العمارة ومؤكد لإحداثها ضوضاء حال دون نومه في فترة القيلولة. ونشب الخلاف بين الجاني متزوج وأب لابنه والضحية الأم لثلاث أبناء في غياب أخيه قبل أن يأخذ سكينا ويضربها في ظهرها إلى أن فرت من قبضته لخارج المنزل المكون من طابقين يقطن كل واحد من الأخوين أحدهما ليتعقبها ويعتدي عليها في الشارع العام مصيبا إياها بجروح بليغة في عنقها وفخذها وظهرها. وتدخل بعض المارة لتخلصها من قبضة الجاني الذي كان في حالة هستيرية وظل في مسرح الجريمة إلى أن حضرت عناصر الشرطة وأوقفته واقتادته لمقر المنطقة الأمنية ببنسودة للتحقيق معه حول ظروف وملابسات أسباب وحيثيات الجريمة التي اهتز لها الحي وخلفت حسرة كبيرة في صفوف أفراد العائلة التي فجعت بوفاة الضحية. وتوفيت الضحية على متن سيارة إسعاف في الطريق إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني قبل نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لتشريحها بناء على أمر الوكيل العام فيما ينتظر أن يحال المتهم عليه يوم غد بعد انتهاء الإجراءات القانونية ومسطرة الاستماع إلى كل من يمكن أن يفيد في القضية.